أحمد يا بني اذهب وذاكر دروسك. لا أريد يا أبي، كل يوم ذاكر دروسك، أوف لقد مللت من هذا. لقد انتهيت يا أبي من ترتيب غرفتي وذاكرت دروسي. بارك الله فيك يا سارة، ليت أحمد مثلك. أوف يا أبي، لا تقل هذا يا أحمد، واعتذر من والدي، ألم تسمع قوله تعالى؟ أنا آسف يا أبي.